سيدة كويتية فاضلة أسست جمعية حملت اسم جمعية حفظ النعمة. هذه السيدة الفاضلة عملت منذ أكثر من 21 سنة بجمع الفائض من الأطعمة من الاحتفالات والأعراس، وعسى الله يبارك في هذه النعمة يا رب ويغير دائما الحال إلى أفضل حال إن شاء الله. وهي بارك الله فيها تساعد في توصيلها إلى المحتاجين. هذه الجمعية تم إشهارها من شهر سبتمبر تقريبا لعام 2014، وهي مؤسسة لهذه الجمعية. اليوم ضيفة عزيزة كريمة معانا في هذا البرنامج تتعرف على هذه الفكرة وكيف بدأت هذه الفكرة وين وصلت وشنو هي المعاناة اللي قاعد يعانونها اليوم من جمعية خيرية فاضلة قاعد تساهم في رفع المعاناة عن الناس وقاعد تساهم في الناس اللي قاعد هذه النعمة الزايدة عندهم. تقول يا جماعة لا ترمون شيء برا، في ناس محتاجة، أنا كفيلة بأني أوصلها للناس المحتاجين، لكن أنتوا ما عليكم إلا أنكم تكلمونا. فشكرا جزيلا لها وبارك الله فيها في هذا العمل وكل العاملين معاه، وجعل الله هذا العمل إن شاء الله في ميزان حسناتهم. بداية أرحب بالأستاذة فاتن اللغاني وهي رئيس مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة الخيرية. مساء الخير محمد، حياك الله. مساء النور، حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم، مشكورين على هالمقابلة هذه. شكرا لك، بارك الله فيك على هذا العمل اللي قاعد تقومين فيه حضرتك وباقي العاملين معك أيضا والمنضمين لهذه الجمعية، فشكرا لكم. وأيضا نرحب بالأستاذ محمد عادل الخليفي وهو نائب رئيس مجلس الإدارة لجمعية حفظ النعمة الخيرية. مساك الله خير أستاذ محمد. مساك الله بالنور والسرور، جزاك الله خير، وإحنا سعداء جدا بهذه المقابلة ونشكركم على الاستضافة الطيبة. إحنا الأسعد وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة والعافية. محمد يقولون تعبون صدق في الجمعية وعلى ما الناس تتواصل معاكم وتوصلون حق الناس المحتاجين، يقولون الشغل عندكم تعب، صحيح الكلام ولا الأمر بسيط جدا؟ والله مبارك فيه. والله العمل الخيري هذا الحمد لله نابع منه، من نفسي أنا يعني من الصغر أحس أنه يسري هذا العمل بشراييني يعني دمي نفسه. سبحان الله تولعت في هذا العمل، أشوف الخير طبعا من الأعراس اللي نروح لها ونشوفها، يعني أحب أني أنا أن الأكل هذا يوصل أي حرام ينقط ويوصل حق ناس، أنا عندنا ناس نعرفهم يعني محتاجين حق هاللقمة، فنتمتع في هذا العمل والناس يتواصل ويانا الحين حاليا يعني الحمد لله المحتاجين يتواصلون. يتواصلون من المحتاجين من أهل الخير تبارك الرحمن بزيادة إن إحنا نعطيك نقدم لك هالطعام، يخافون على هالنعمة من الناس اللي عندهم فاض بالطعام هم اللي يدقون عليك. محمد ترى عندنا زيادة بلك الله خليك تعالي خذيه. نعم نعم، هم اللي أنت عندك أولويات حق الناس اللي توصلون لهم الطعام. نعم المحتاجين. نعم يعني أنا يفترض أن أنا البيت هذا أول شيء بعدين البيت الثاني، والله ما عندي كفي حق البيت الثالث، أم أنت عشوائي كل واحد ونصيبه اللي يوصل له أول شيء الطعام؟ لا، دراسة هذه دراسة ونتحقق منها. جميل. يعني ناس تقدم لي أوراقها طبعا أشوفها، يتصلون فيني محمد ترى احنا كذي ظروفنا، تعالي قدمي أوراقك ويبيها وخلنا نشوف، احنا نطلع لها بحث نشوف الحالة اللي عندها شنو الاحتياجات اللي عندها. لما نشوف عدد الأبناء اللي عندها يعني ما شاء الله الأسرة الواحدة فيها 13 ياهل ما شاء الله، هاي أكثر نسبة يعني اللي شفناهم 13-14، هذه أكيد هاي حالة مستعجلة عندي، حالة مستعجلة أن أنا أوفر لها بما نقدر عليه من طعام من ملبس من أي شيء يعني. والحمد لله الله وفقكم وأنكم أنتم يعني تدون حاجتهم يعني بعد الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيكم. أستاذ محمد أمسي عليك بالخير مرة ثانية ونتكلم مع حضرتك ومع أيضا يتعرف المشاهد الكريم على هذه الجمعية الخيرية والهدف من تأسيسها. ممتاز. طبعا بداية نشكركم مرة ثانية على الاستضافة هذه. طبعا الجمعية مثل ما تفضلت تأسست من سنة 2014 في شهر سبتمبر، وكانت هي طبعا من فكرة الوالدة الله حفظها أم محمد، طبعا هي اللي كانت يعني في بالها من 96 وظل هذا العمل يعني ماشي معاها لغاية ما محمد أمه الوالدة. نعم حس الله يحفظها. أنا والله توني كانوا فيهم موجودين ما شاء الله كثر، فما يعني ما حصل وقت أني ألتقي معاهم، فتبارك الله عرفت المعلومة وإحنا الحين هم اللي يحسون معاناتي، هم اللي يحسون يعني قرايبي هم اللي يحسون في معاناتي. إحنا كنا عايشين معاها وقاعدين نشوف لحظة من 2014. نعم بارك الله فيكم وعسى الله يعني يبارك لك فيهم يا رب ان شاء الله، جزاك الله خير ويبارك فيكم في بركم في هالوالده والحجه، عسى الله يعني ياجركم ان شاء الله اللي قاعد تسوونه. اللهم امين. فالامانه انا استانست فرحت بهذا الموضوع، فسامحني قاطعتك. ابدا ابدا بالعكس، والله احنا صراحه نتشرف يعني في العمل هذا ونتشرف نكون متواجدين معاكم في المسائيه هذه الطيبه، لان بالفعل ودنا نوصل رسالتنا للكل وان الكل يعرف ان هذا العمل يعني ما هو مختصر فقط حق شخص واحد اللي هي الوالده او حقنا احنا كافراد اعضاء في مجلس الاداره، ولكن هذه مثل ما دائما تقول الوالده هذه هديه حق الكويت واهل الكويت، وعلى راسهم يعني سمو الامير حفظ الله ورعاه، يعني بالفعل هو على قولتهم امير الانسانيه. نعم مثل ما سمتها يعني الامم المتحده. نعم
فحقيقة الفكرة الأساسية من الجمعية من أول ما تأسست هو أن احنا نحفظ النعمة من الهدر والزوال، وإحنا شفنا أمم كثيرة يعني بعد فترة يعني النعمة اللي عندها كلها زالت. فمن خلال يعني تحقيق هذه الرسالة أن نحفظ النعمة والفاء ناطعمة واستثمارها من خلال توصيلها حق الأسر المحتاجة والمتعففة، لأن في أكو ناس يعني والوالدة هي أدرى متعففة أنها ما تبي تطلب ولا تبي تروح وتسأل ولا تطق بيبان، فمن خلال علاقتها مع الأسر هذه قدرت بالفعل أن هي توفر لهم الاحتياجات اللي هم محتاجينها من طعام ومن يعني احتياجات أخرى. يعني الناس يعني كافي كفتهم حاجة الناس، أنه ما يروح يطق باب الناس وإني أنا محتاج لي، يعني كفت يعني الله ياجرك على قاعد تسوينه. آمين. ما شاء الله تبارك الله. فيعني حتى كنت أسولف معاها أقول لها يعني كم كان العدد بالبدايات بداياتك؟ اي والله كم كان. فكانت تقول لي يعني احنا كنا يمكن بدايتي مع شخص او اسره واحده. كانت اسره واحده قاعده يمي، هذه انا كبدايه يعني قبل تاسيسين الجمعيه. قبل 96 96 ما شاء الله من 96. اي 96 قاعده يمي. انا والله كنت اعاني من مرض فيني باذوني الفطريات، وكان يوم ترك اروح حق الدكتور قاعد يسحب من اذوني، يسحب شيء ما ادري شنو هو يعني يألمني، ولكن مع السحبة أرتاح بس أرجع البيت يرجع. وأربعة أشهر كنت أعاني ما كنت أنام، أنام وأنا قاعدة. فسبحان الله قعدت مع الإنسانة هذه أنا من بعد التحرير تقريبا، وما كنت أدري شنو هي، ولكن طلعت السستر قالت لها أنا آسفة ما أقدر، الدكتور منع أن يعني يساعدك ودفعي لنا 70 دينار حق الأشعة والعملية. يا ويلي كلمة يا ويلي تأثرت منها. ليش هي تقول هي تقول يا ويلي امين انا ادفع ما عندي. فقالت لها بس ما نقدر. انا لا شعوريا تاثرت، التفت لها وحسيت فيها قاعد تبكي. قلت لها لا تحاتين ليش يعني انا اقدر اساعد شوقي. لا لا بس خلاص انا ضار ما راح اسوي العمليه. قلت لها تسوينها وضمنت ان هي راح تسويها باذن الله يعني. سبحان الله. شوف والله وين ساقت وين ساقت. اي والله نسيت مرضي، نسيت المرض اللي فيني يعني. حتى يوم قالت لها انا فيني سرطان شلون تخلوني سرطان وكذي وشلون ما في اي احساس وبعد التحرير يعني هذه شلون تروح، ولا كنت ادري شنو جنسيتها انا ما ادري. المهم العمل يعني خيري لا يعرف جنسيه ولا لون ولا شيء ولا ادري عنها والله. وقعدت وياها وصدق سبحان الله بهاللحظه اللي انا ساعدتها وقعدت وياها جت سيستر قالت لها مبروك الدكتور وافق عليك انه يسوي لك العمليه، ويوم الاحد ان شاء الله راح نباشر العمليه. سبحان الله. اي من فرحتها يعني انا بعد اكثر منها فرحت يعني. يوم موعد الطبيب الدخول حق الطبيب قلت خلنا امر عليها اشوفها وهي مسويه العمليه. انا الحين تحاتينها تبي تطمنين عليها. رحت لها. هذا اللي خلت علاقتي يعني وياها سبحان الله، حبيت اني انا اشاركها واشارك عيالها وشفتهم. هذا اللي فتح لك الباب انك طبعا إيه؟ وهي منطقه جليب الشيوخ ما كنت اعرف ذاك الساعه منطقه جليب الشيوخ شنو هي. فدلتني عليها ودخلت وتاثرت منهم وشفت بديت فيها، بديت في الجيران، بديت في الفريج، بديت في المنطقة كلها الحمد لله. أنت بديت أنك أنت توفرين لهم حاجات الأكل ولا كانت هي حاجات ثانية وحبيت والله كل شيء. كنت أخذ حتى ألعاب عيالي، كنت أخذ كل شيء من عندنا يعني ما والأهل يعني بديت من أهلنا من الأعراس كنت أروح ألقط لها حقها وحق عيالها. فحبيت أني أنا أشاركها. شو اللي تغير في حياتك أم محمد بعد ما بديتي بهذا الخط؟ تشافيت والنفسية مرتاحة والحمد لله يعني حتى الشفاء من عقبها ما نفس اليوم تبارك الرحمن اللي الله سخر لي والحمد لله تشافت اذوني يعني. محمد ما كنتوا تتعبون انتم مثلا الوالده تاخذكم وتعملون معاه وتشتغلون معاه وكونكم يعني شباب في بدايه طريقكم يعني نتكلم احنا من 2014 هي من 96 هالحكي. صحيح ها؟ صحيح صحيح. فيما احنا وين رايحين بلعب كوره مع ربعي يعني في ذيك الايام نتكلم احنا. نعم. شلون ترسخ هذا الامر فيك اليوم وانت حبيته؟ هل كنت تشوفها بالوالده ولا انتم خليتوني اغير الموضوع كله ترى على فكره يعني يروح وياي والله. هو بالفعل يعني كانت الوالده تشجعنا وتقول يعني انا صراحه ابيكم تشوفون تعيشون المعاناه اللي تعيشها الناس حتى تحمدون النعمه اللي عندكم وتشوفون الله منعم علينا نعم كثيره وما نبيها تزول منا، فتعالوا معاي وشاركوني. فمرات اروح بالليل طبعا انت عارف الاعراس يعني صحيح. على اساس ان الوالده تستلم فاء الاطعمه كل وقت متاخر متاخر. نعم. فكونك انك انت تنطر لغايه وقت متاخر من الليل وتروح مباشر عندك مدرسه مدارس إيه؟ او انت والله عندك في اكو جمعه شباب طالعين ورايحين مكان، فكونك انت تمتنع عن الامور هذه وتبدي تركز مع الوالده في العمل هذا كان نوعا ما متعب.
متعب بالنسبه لك طبعا. احنا متعب. شوف لا تكلمني بهذا النضج اللي انت فيه الحين، كلمني بذاك الوقت ايش كنت تسوي؟ ما ابي اروح. والله كنا طبعا نقول لها طالعك وتضحك. لا كنا نقول لها يعني ايش ودينا وليش نروح معاك؟ يعني ان شاء الله تقومين بالواجب. لا ابيكم تجون معي وتشاركوني يعني بالفعل تحسون معي انا احسه. فمن اول تجربه رحنا هناك وشفنا الاوضاع ومعانا الاكياس ونروح نودي هالاكل. فعلا حسيت محمد بالفعل والله فعلا وصل لكم الاحساس. يعني حسينا ان احنا الحمد لله بنعمه، وان العمل اللي قاعد نسوي وابتسامه العيال اللي قاعد ياخذوا الاكل هذه ورايحين حق شققهم وبيوتهم فيها فرحه كبيره عندنا داخل ما توصف. وتشكرون ويدعوا لي وتسمع الام من بعيد تدعي الله يوفقكم. فالحمد لله هذه بروحها يعني هدعيه وهالابتسامه كافيه بالنسبه لنا، كل التعب يروح. انا ترى الهدف لما استرجع معك هذه الذكريات ومع ام محمد هذه الذكريات حق المشاهد الكريم لما يتابعنا، فعلا احنا بنتكلم عن هذه الجمعيه واهميتها وانشائها وشنو دورها وشلون نتواصل معاها، واليوم الدعم اللي تتلقاه وشنو الدعم محتاجينه والصعوبات اللي يواجهونها. هذا صحيح كلام نتحدث مع الجمعيات وكذا، لكن انا لفت نظري بهذا الموضوع الأم موجودة وابنها موجود معها. مثل ما قلت لكم والله أنا تفاجأت في هذا الأمر. أم محمد يعني أم محمد، أم محمد يعني صدفة. اتضح أنه ما شاء الله هو الولد وهي الوالدة. صلى يجمعهم على الخير والمحبة دائما يا رب ويخليه ويبارك لهم فيهم. حبيت أنقل لكم هذه الصورة، وتحديدا حبيت في هذه الفترة 96 كانوا شباب محمد وإخوانه صغار. اليوم الأم اللي تتابعنا لما أنت تسوين عمل خير خلي عيالك هم يشوفون هذا العمل خير قدامهم، يأثر فيهم هذا الأمر. صحيح. بين فترة وفترة نشوف بارك الله فيهم يأخذون عيالهم الدينار اللي تتبرع فيه يعطيه ولده ولا يعطيه بنته، يقول هاك الدينار روح عطى فلان عطى هذا ساعده. هذا الشيء أنت قاعد تزرع فيه شيء أنت ما تدري عنه في المستقبل راح تجنيه للأمانة، راح تجنيه فيك أنت لما يبرك هذا الولد ولا تبرك هذا البنت ولا هي تكون دائما يعني أهل الكويت كلهم جبلوا على العمل الخيري. فجميل أنت لما تشوف هذا التأثير. ولما أقول محمد شنو كان إحساسك في ذاك الوقت؟ قول فعلا أنا كنت متملل، لكن لما شفت الأمر قدام عيني حسيت شعوري فعلا أنا فرحان من داخل. فأخذوا عيالكم ما راح يملون أول مرة أنت تأخذ عن وقته عن ألعابه عن وناسه، لكن في النهاية هو راح يستانس وراح يستمتع وراح تلاقيه يتسابق معاك على العمل الخيري. راح أكمل حواري مع ضيوف الكرام، لكن بعد ما نأخذ هذا الاتصال من أحد الأسر المتعففة اللي تعاملوا بشكل مباشر مع هذه الجمعية، جمعية حفظ النعمة الخيرية، مع أم محمد السيدة فاتن اللغاني وأيضا السادة العاملين معها. فحياكم الله، هلا مرحبا معنا، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك لك، الله يعافيك. أول شيء أنا أحب أشكر أمي وأختي وكل شيء لي بالنسبة لي أم محمد. نعم. بصراحة هالسيدة وقفت معانا عمر شف يعني بدت معانا من الصفر لحد ما الحين يعني شوف كونتنا. والله العظيم الإنسانة هذه أنا ما أنسى لها فضل. شلون كونتكم؟ الفضل لله سبحانه وتعالى، وما هم يعني وسائل الله سبحانه وتعالى يعني أرسلها لكم على هذه الأرض. شنو اللي تحسن في حالكم؟ علمينا. الفضل لله سبحانه وتعالى ثم أهل الخير ولها. نعم. بصراحة والله الإنسانة ادخلت علينا تونا عندنا حالة وفاة، أخوي كان توفي رحمة الله. زين. وكانوا أبوي وأخوي الثاني برا. نعم. وكانت يعني شوف بين فس يعني تجيبنا صمون سمبوسه شيء، بس ما عرفنا هالإنسانة هذه. بعدين ثاني يوم ايت نفس الشيء دخلت علينا، نادها اخوي دخلها على امي كانت حيل منهاره، حيل اخوي توه متوفي عمره 16 سنه وحيل منهاره. نعم. انزين دخلت علينا عندنا اختي توها والده انفاس والله العظيم، والله شفت لو لها ذاك الوقت من هذا الوقت انها تصور انها نايمه على الارض وانفاس البنت. نعم. كانت شفت الحين البنت صارت الحين ب 12 او ب 11 ما شاء الله. شفت والله يعني هالانسانه وقفت معانا وتقطع عمر يعني ما اتخيل انا شنو اقول لك وشنو اوصف لك فيها. يعني وقفت معانا عاونتنا من بارك الله فيها. هو هذا دورها ام محمد. انا بنتيجه هذه الوقفه معاكم شو اللي صار وياكم انتم؟ شو اللي تغير فيكم بالحال؟ وين كنتوا وين صرتوا اليوم؟ تغير حالنا الحمد لله. اول ما كان عندنا اساس، ما كان عندنا يعني حتى مدارس دخلت هي معاه، ترى دخلت المدارس على ايام اول ما كان في صندوق خيري. نعم. ما كان في شيء، هي سجلتنا. نعم. دخلت حتى يعني شو قلت يعني دخلت مدارس، دخلت يعني تساعدنا في اجاراتنا، تساعدنا مولة البيت، تساعدنا بكل شيء. كافي من السيدة الحين اللي تطلع من بيتها نص الليل ونصف الليالي والفير وتوزع اكل، حتى قطاوة توكلهم. ليش؟ والله العظيم هالإنسانة احنا هذه ما نوفيها حقها. بارك الله فيك وبارك الله فيها. لكن علميني انت اليوم هل اكتفيتي ذاتيا؟ هل انت قدرت تقومين بهذا العمل بنفسك؟ هل انت قاعده تعملين في هذا العمل الخيري؟ هل انت
خلاص يا محمد انت قومتينا ووقفتينا احنا اليوم قادرين يعني هذا اللي قاعد نتكلم يعني لا تعطيني السمكه اكل علمني كيف اصطاد السمك يعني هذا اللي اقصده هل انتم اليوم فعلا تاسستوا صح؟ اي والله الحمد لله تاسسنا صح الحمد لله تاسسنا صح وقاعد تستفيدون يعني اليوم في حياتكم من خلال هذه الوقفه الخيريه يعني اليوم قاعد تجنون ثمارها خواتك أيوة ثنتين والله. بالجامعه خواتها ثنتين بالجامعه اي والله ما شاء الله ثنتين بالجامعه يعني قولي تحكي سولفي انا اسحب منك الحكي غصب سولفي ابوك بدت معانا انا ليش قاعد اقول بدت معانا من الصفر لحد يعني لحد يعني وفرنا لهم باص اساسنا اخوك شوف بقول لك شغله يعني وتوفى الوالد وقفت لا زالت معانا هي امنا وهي ابونا ترى وقفت معانا يعني طبعا هو الحكي الله يحفظك حتى لا تصل رساله واضحه للمشاهد الكريم انه مو فقط مع حضرتكم انتم مع كل يعني الاسر المتعففه يعني تقريبا اخواتي ام محمد يعني شوف سواء تساعد الغير كويتي حتى يعني تساعد جنسيات ثانيه نعم. حتى العماله اللي في الشارع تساعدهم وتعطيهم قاعد انا بدايه كلامي قاعد اقول لك منو السيده اللي اليوم صحيح. تقوم انصاف الليالي وثلث الليالي تروح وتجمع الاكل وتجيب وهي بروحها نعم. هي سيده بروحها شفت نعم. هي منو بالله عليك اللي تقوم تحط الاكل وتعرف هذا اللي فيه سكر اهل الخير اهل الخير اهل الخير كثر في هذا البلد والله يديمه ان شاء الله وفي عدد زياده ان شاء الله اليوم محمد قدوه شكرا لها لقبولها هذه الدعوه والله يعني هي اللي مشكوره اللي اصرينا علينا تطلع وتتكلم لان في النهايه لازم عمل الخير نتحكى عنه ونتكلم عنه وتظهر معنا هذه النماذج الايجابيه والناس تحذو حذوهم انا كلمه الختام يعني راح اتركها لك الان ختاما شلت فعلك انك انت تتكلمين هذا الكلام وتقولين هذا الكلام او انك انت تصرين بان يا جماعه انا بتكلم عن هذه السيده الفاضله وعن هذه الجمعيه الخيريه، شلت فعلك حق هذا الامر؟ اللي دفعني بصراحه انا لو يعني شو اقول؟ يعني لو او يعني شوف اللي يعجز اللسان والله العظيم انا مو قادره حتى ارتب كلامي والله العظيم يعجز لساني عن اوصفها وصف غبي ترى بحقها. شوف وابديها بعمري ومالي وقولتهم حياتي كلها وعيالي كلهم تحت ريولها شفت هالإنسان هذه وقفت معاي وقفة أخت وقفة رجال يعني بكل حالات ولا في سابق معرفة بكل حالات هي سابق معرفة الحمد لله لا أقول يعني ما كان في معرفة من قبلها ولا شيء الوقفة لا ما ولا كان لا كنا ما نعرفها بارك الله فيك يا أختي بارك الله فيك بارك الله في أهلك إن شاء الله شكرا جزيلا بارك الله فيك محمد حابه تقولين شيء حابه تعلقين قلت لك وفر لهم باص ودونهم مدرسه يردونهم اليوم ما شاء الله بالجامعة لا هم حقهم باص على اساس ان هم ما شاء الله عددهم كثير الله يحفظهم فاحتياجهم للسياره وايد يعني لما اقول لهم تعالوا يقول ما عندنا سياره تعالوا اخذوا تعالوا يعني احاول اتقرب يمهم بس ما في سياره لازم انا اروح لهم يروحون طبيب تكاسي يعني ما عندهم سياره ما متوفره لهم فانا سبحان الله في ناس تعاونوا وياي وقالوا لي من اللي بيحتاج باص هذا اعطيناهم اياه والحمد لله يعني مشى امورهم في هالامر هذا استاذ محمد اليوم عدد العاملين في هذه الجمعيه حفظ النعمه الخيريه يعني عرفنا على الهيكل الاداري الهيكل المالي الفريق العمل اللي عندكم شنو ممتاز هو ممتاز طبعا هذه راح يمكن تتطرق فيها الوالده كتحديات احنا طبعا بالنسبه لنا الى الان العاملين هم فقط اعضاء مجلس الاداره هم اللي يعملون كل واحد عنده مهام معينه يقوم فيها للجمعيه بالاضافه الى وجود السائق الشخصي للوالده هو اللي دائما يعني يساعدها في استلام الاغذيه من المناسبات المختلفه وتوصيلها مع الوالده حق المحتاجين بالاضافه الى في السابق عندها خادمتين فانت هذا اللي قاعد تتكلم عنه ككيان جمعيه كامل الى الان احنا عندنا فقط الاعضاء ويا السائق مع الخادمتين وخادمتها طبعا هم يعني بعد فتره رجعوا لبلادهم فظل يعني العمل ما زال كانه شبه فردي للان يعني هذا ثلاث سنوات من تاسيسه واشهاره رسميا من 2014 نعم هذا هو فريق العمل نعم الى الان هذا طبعا بالاضافه الى متطوعين في متطوعين يعني على حسب الحاجه تتواصل معاهم الوالده وتبلغهم انا عندي يعني اعراس حابه انكم تجون معي تاخذون معي الاكل حتى نقدر نوصلها تالي حق المحتاجين فيظل طبعا هذا هو التحدي اللي احنا هم ودنا نتكلم عنه اللي هو موضوع انه شلون نقدر بالفعل احنا نكبر عمل الجمعيه ونخليها بالفعل عمل مؤسسي. جميل. فهذا هو اللي احنا نبي نركز عليه. تركزون عليه الفتره القادمه. الفتره القادمه وانه بالفعل كيف احنا نقدر نتجاوز هذا التحدي. نعم. جميل. احنا عندنا الان متطوعه حاليا على واحنا قاعدين نقوم هذا اللقاء الان ممتاز. من الكنترول مخرجتنا ساره
وتعلن نفسه وتقول راشد اعلن هذا الكلام وبلغ ضيوفك اني انا متطوعه معاهم من الان في هذا العمل الخير. فشكرا لك يا ساره وبارك الله فيك. الله خير وشرفنا والله. وان شاء الله تواصل معاه بعد الحلقه. اليوم كيف العدد هذا تطلبين او حابه انه يزيد عدد المنضمين لهذه الجمعيه؟ كيف هي كيفيه التواصل معاكم؟ مركز العمل التطوعي موجود بدولة الكويت، هل أنت حضرتك تتواصلين معاهم يمدوا لك يد العون؟ الشؤون اليوم متعاونة معاك في هذا العمل، هل هذا العمل تشوبه شائبة؟ هل هذا العمل يسوء لاسم ولدولة ولسمعة دولة الكويت؟ وين اليوم الصعوبات قاعدة تواجهكم ونبي التعاون من الوزارة معاكم في هذا في هذه القضية؟ شوف هي كبداية خليني أقول لك شيء نقطة، هي من سنة 2011 أنا طلعت في برنامج مع تو الليل مع الأستاذ خالد عبد الجليل ما قصر جزاه الله خير. من طلعت من هذا البرنامج الكل توافد إلي واتصلوا فيني علمينا شلون الطريقة من وين؟ من أهل الخليج، السعودية، الإمارات، عمان، قطر، علمتهم الطريقة شلون أسوي. قالوا إحنا نسوي عمل خير ونتطوع ولكن مثل هالعمل ما كنا نسويه ولا ندري عنه. يعني مثل ما تقول الناس يبون حابين إن يسوون هالعمل عجبهم. تفاجأت خلال شهرين ما شاء الله الحكومة تدعمهم، حكوماتهم تدعمهم، تدعم الاشخاص اللي خذوا منك الفكره وخذوا الحين ما شاء الله ما شلون بنوا هالعمل هذا الحين اللي طلعوا فيه بنك الطعام. انا تعجبت يوم شفته، انا قلت لا لا الله يبارك لهم. بنك الطعام من فكرتك؟ بنك الطعام انا شفته بالسعوديه، وشفناهم احنا استضفناهم من بنك الطعام، تكلمنا السعوديه بالسعوديه إيه؟ السعوديه صحيح، ومركزه هناك بالسعوديه وفي ناس عندنا بنك الطعام انا شفتهم لان انا يعني شفت شلون توصلوا حتى حب النعمه كانوا يسوون هذه الطريقه، ولكن طريقتي انا كانت بشكل يعني شو اقول لك يعني مختلفة حيل يعني. فهم أخذوا الفكرة، والبنات هناك اللي عندهم ما شاء الله من قطر، من السعودية، من الإمارات، كلهم أخذوا هالفكرة استانسوا وحبوها. وانت من دعمك هني؟ ما ولا حد. كل هالحكي اللي صار وذكرتي الأستاذ خالد عبد الجليل مسألة بخير بصقر يعني قواه الله بارك الله فيه. الحين احنا من هالبرنامج الحين طلقتك من هني مره ثانيه، في دعم ولا ما في دعم؟ انا الوقت بيخلص علي مع الاسف. انا على بالي الحين وصلت العالميه مع الاسف. مع الاسف الكل سوى خارج الكويت ومستانسين وفرحانين والحكومات تدعمهم، الا انا ما حسيت. ايش محتاجه ام محمد؟ ما يصير تشتغلين بروحك الشغل هذا. انا فردي والله والكل يشهد ان انا فردي. طيب ايش محتاجه؟ قولي شنو تبين عشان العمل هذا يتكامل اركانه. انا اجار بيت، يعني الأجار البيت أنا هذا ما أقدر عليه. وجزاه الله خير سنة كاملة كان فاعل خير، يقول لا تقولين عني فاعل خير، جزاه الله خير سنة كاملة وهو يدفع. شو يسوي هالبيت هذا؟ تأجرين شو؟ أجار هذا يكون قريب يم شيرتون منطقة كيفان، يم فنادق تستخدم الأكل. ما أقدر أروح بعيد لأن تدري أتعب بالليل على ما صحيح. أوصل، فأنا أحب أن هالمكان يكون يم الفنادق. في ثلاجات، في ثلاجات تبرعات تبرعت لي وحدة 12 ثلاجة، عندي 4 فريزرات، عندي طاولات حق التقديم وان نستقبل الاكل ونحط ونصف ونسنع، يعني الحمد لله هذا من الامور. وترطبونه وتنظفونه ولكن البيت استلمناه الحمد لله، يعني يبي له تصليح صلحناه وعدلناه من اروع ما يكون الحمد لله. الحين محتاجه دعم حق هذا الحين البيت. انا ابي هالاجار الحين الحمد لله يعني وفى وكفى وفى صاحب الاجار اللي لمده سنه متبرع، لكن حاليا مده سنه انتهى. هذه رسالة إن شاء الله توصل لأهل الخير لهذا العمل، اللي حاب يتواصل مع أم محمد إن شاء الله مع معد البرنامج الأستاذ جابر يتواصل معه، وراح يخلوك تتواصلوا مع أم محمد إن شاء الله. هذه ما أعتقد أنها مشكلة أمام الكويت والكويتيين في مثل هذا الموضوع، في مثل هذا الموضوع البسيط. قولي المشكلة الثانية قبل أختم. عمالة ما عندي عمالة، أي يعني أبي عمالة يساعدوني صراحة، يعني أنا عندي باليوم يدق عليه فوق 20 متبرع من الأعراس. يعني أمس يعني أقرب شيء في الراية جزاه الله خير المعرس، والله يقول لي أنا المعرس أنا اللي داق عليك. الله يخليك تعالي أترجاكم، يعني تعالوا شو للأكل، يقولوا والله الأكل فايض وماني قادر أروح وأخليه ورا ظهري ينقض. يعني أنا سمعت عنك أنك أنت تاخذها، قلت له أبشر ولا يهمك الحين يلك. طرشت منه السايق وأنا كان جايني أكل، يعني أكل من العرضية أو العرضية تقريبا عندهم أعراس، يبي لي الكرسي صينيتين كرسي وصواني 4. فإزام الله خير ما قدرت أهد المكان لأنه ما في أحد يستلمه وما عندي عمالة. يعني هذا هو. بعد في شيء ثالث محمد؟ أنا بختم، أنا أبي صراحة إزام الله خير يعني الشؤون أنهم ينتبهون حق هذا العمل جبار صراحة. هذا أنا مقدمته هدية حق أهل الكويت، فالمفروض يخلوني خيرية ولست أنا أهلية أسوة في الجمعيات الأخرى.
خيرية. يعني أنا الوحيدة اللي أسهر 24 ساعة. راقبوني وتابعوني ما عندي أي مشكلة. حطوني خيرية خلونها خيرية. بارك الله فيك، شكرا لك أستاذ فاتن اللغاني محمد رئيس مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة الخيرية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لك أستاذ محمد عادل الخليفي. سامح الوالدة تمون عليك وعلينا فكل الوقت خذينا له. أستاذ محمد عادل الخليفي نائب رئيس مجلس الإدارة لجمعية حفظ النعمة الخيرية، شكرا جزيلا لك. هذه هي الرسالة واضحة بالبونت العريض مثل ما نقول، ما تحتاج إلى تفسير أكثر من كذي. وزارة الشؤون شكرا جزيلا على قاعد تقومون فيه، واعتقد هذا الأمر ما يصعب عليكم، أمر بسيط وأمر سهل، وحطوا من تشاؤون يراقب ويتابع، وظفوه يا أخي ما في مشكلة، خلوا يتابع، هذا عمل خيري للكويت وأهل الكويت والمقيمين هنا، حفظ النعمة ويعطونا حق المحتاجين. أكثر من كذي ما في، ما في فلوس تدش ولا في فلوس تطلع. البيت اللي موجود واللي واقف نتمنى إن شاء الله الخير كثر في هذا البلد، يتواصلون معنا وإن شاء الله تواصلون مع محمد نوصلكم لحل هذه المشكلة البسيطة. الحمد لله خير هالديرة واصل لأبعد الحدود، ما هو عاجز عن بلد الخير الكويت بالداخل. مستمرين معاكم بعد الفاصل.